من أقدم المنظمات الدولية في العالم، تأسست على أنقاض الحرب العالمية الثانية، وكان هدفها خلق اتحاد عربي قوي، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى اليوم من القاهرة إلى العالم العربي. جامعة الدول العربية، التاريخ والواقع والمستقبل. في سبتمبر من عام 1943 انطلقت أول المشاورات بين أطراف عربية على العمل على مشروع جامعة الدول العربية، وبعد هذا التاريخ بعام كامل عقد اجتماع الإسكندرية في مصر، والذي ضم مندوبين عن مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن وعرب فلسطين. ثماني جلسات متواصلة بين المندوبين حتى اتفقوا على اقتراح رئيس الوفد العراقي نور السعيد، والذي نص على تكوين مجلس اتحاد لا ينفذ قراراته إلا بموافقة الدول الأعضاء، وذلك خوفا من التأثير على سيادة الدول. وانطلق حينها على ذلك الاتفاق اسم بروتوكول الإسكندرية. استمرت الاجتماعات بين المندوبين في مقر وزارة الخارجية المصرية بعد ذلك، وفي 19 من مارس عام 1945 أقر ميثاق جامعة الدول العربية ليعلن عن تأسيسها بشكل فعلي. رؤية قديمة. منذ تأسيسها الأول ووضع مقرها في العاصمة المصرية القاهرة، وضعت الجامعة أهدافاً واضحة لها، فهي تسعى إلى توثيق الصلات بين الدول العربية بالإضافة لصيانة استقلالها والمحافظة على أمن المنطقة والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية. أما عن المبادئ العامة للجامعة فتتمثل في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والمساواة القانونية بين الدول الأعضاء، بالإضافة لعدم التدخل في شؤون الدول والمساعدة المتبادلة فيما بينهم. أما عن العضوية في الجامعة فقد نصت المادة الأولى من الميثاق على أن أي دولة عربية مستقلة يحق لها الانضمام، وذلك بعد تقديم طلب للأمانة العامة. وتنقسم تلك العضوية إلى نوعين: عضوية أصلية، وهي عضوية الدول العربية المستقلة السبعة التي وقعت على ميثاق التأسيس، وعضوية بالانضمام، وتأتي عن طريق تقديم طلب بذلك عقب توفر الشروط اللازمة لديها، منها أن تكون عربية ومستقلة. وقد سجلت عدة حوادث حول قبول العضوية، أبرزها حادثة اعتراض العراق على انضمام الكويت، وذلك عام 1961، حيث اعتبرها العراق جزءاً من أراضيه. ثم انسحب المندوب العراقي من المجلس، لكن الجامعة قبلت عضوية الكويت بالإجماع، كما أثار الجدل انضمام كل من الصومال وجيبوتي للجامعة، وذلك بسبب اعتماد الدولتين للغة رسمية غير العربية. لكن الجامعة رأت أن أصل الشعبان عربي، لذلك تم قبولهما. كما شكل تمثيل فلسطين في الجامعة جدلاً طويلاً، فبحلول عام 1954 اعتبر المندوب الفلسطيني مندوباً عن دولة فلسطين وليس عن عرب فلسطين كما كان سابقاً. ثم اعترف مؤتمر القمة العربية الأول بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني، وذلك عام 1964، لكنها لم تحصل على العضوية الكاملة حتى عام 1976، وذلك بناء على مقترح مصري. أما في حال أرادت الدولة الانسحاب من الجامعة فعليها إبلاغ المجلس قبل عام من التنفيذ، وعليها أن تتحمل كامل الالتزامات في حال الانسحاب. الواقع والهيكلة. تضم جامعة الدول العربية اليوم 22 دولة، لتغطي بذلك مساحة 14 مليون كيلومتر مربع بدول تمتد من الخليج العربي إلى المحيط، وبتعداد سكان قدر ب 314 مليون نسمة عام 2007، تتصدرهم مصر بأكثر من 100 مليون نسمة. أما عن هيكلة الجامعة فهي تتكون من ثلاثة فروع أنشئت بمقتضى الميثاق الأول. أولها مجلس الجامعة، والذي يعتبر أعلى سلطة فيها، حيث يضم ممثلي الدول الأعضاء، ولكل دولة صوت واحد فيه مهما كان عدد ممثليها.
تليه اللجان الفرعية والتي تساعد المجلس في مهمة إعداد الدراسات المطلوبة، حيث تضم عدة لجان منها الاقتصادية والسياسية، وثالث الفروع تأتي الأمانة العامة، ووظيفتها الأساسية هي تسيير الأمور الإدارية والمالية والسياسية للجامعة، حيث تضم أمين عام يعينه المجلس بأغلبية الأصوات، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ويضم معه عدداً من الأجهزة مثل إدارة الشؤون الاقتصادية وإدارة الشؤون الاجتماعية وغيرها الكثير من الأجهزة المتفرعة والتي يوجد لكل دولة مندوب فيها. الانتقادات والانتكاسات. عاشت الجامعة العربية الكثير من الانتكاسات، وشهدت تحت قبتها العديد من الخلافات، كان أبرزها عام 1979 عندما قاطعت العديد من الدول العربية مصر، وذلك على إثر توقيعها اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، ونقل مقر الجامعة حينها إلى تونس، وبقي فيها لأكثر من 10 أعوام قبل إعادته للقاهرة، ما سبب شرخاً كبيراً في الجامعة، كما وجهت لها العديد من الانتقادات، ويصفها البعض بأنها لا تحظى بالشعبية الكافية لدى الشعوب العربية، خصوصاً بعد فشلها في حل عدد من القضايا، كان على رأسها الصراع العربي الإسرائيلي واحتلال إسرائيل لفلسطين عقب تأسيسها، وأضيف لها بعد ذلك العديد من القضايا، منها الثورة السورية، حيث فشلت الجامعة في إيجاد أي حل لها، واكتفت بالبيانات وتجميد عضوية النظام السوري، ثم الصراع في ليبيا واليمن، والذي أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة في الدولتين، ولم تنجح الجامعة بالتدخل لإيجاد الحلول الممكنة، ما جعلها تحت نيران الانتقادات دائما. المستقبل المجهول. تتشابه الجامعة العربية مع العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة الدول الأمريكية ومجلس أوروبا والاتحاد الإفريقي، والتي تعتبر منظمات أسست لأغراض سياسية، لكن العضوية فيها تتم على أسس عرقية، في حين تختلف جذرياً عن الاتحاد الأوروبي في النتائج، فمع بداية تأسيسها تشابهت الأهداف بين المنظمتين، لكنها لم تحقق شيئاً ملحوظاً على مستوى التكامل الإقليمي أو حتى التعاون الاقتصادي والعسكري، وبقيت مشاريعها صغيرة نوعاً ما، وغالباً ما حولت الكثير من المطالبات للأمم المتحدة. واليوم تزداد الانتقادات الموجهة لها بالتزامن مع غياب دورها المطلوب على الساحة العربية، ويرى الكثيرون أنها ستتحول فيما بعد لمجرد منظمة إدارية تعقد الاجتماعات دون تأثير كبير، وهو الأمر الذي تعمل على تفاديه بعض الدول الأعضاء في ظل استمرار اشتعال المنطقة وغياب الكثير من الدول عن قبة الجامعة. وأنت كيف ترى مستقبل الجامعة العربية؟ وهل سينتهي بها المطاف بعقد الاجتماعات دون فائدة؟